السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مستمعينا الكرام، ناخذ معنا أم جويرية من مدريد. السلام عليكم ورحمة الله أم جويرية. عليكم السلام، صباح الخير سي محمد. صباح النور لله. صباح النور. صباح لاباس. الله يسلمك لله. توحشنا نتكلموا معكم مباشرة ونسمعوا الصوت ديالكم، وهذه الإذاعة يعني كنستافدوا منها بزاف وكنتصنت لكم بزاف. بارك الله فيك. الله يرحمك. الله يسلمك أم جويرية. بارك الله فيك. ما أوحشكم الله من رحمته. الله يرحم ليك الوالدين ديالك. كنقدموا التعازي ديالنا المسكينه لدي الشيخ قريبان، صراحه الله ما كنقدرش نلقات نهضروا معاه. ما شاء الله، هذه هي الفرصه. الله يرحم ليك الوالدين ديالك. شكرا بزاف. بارك الله فيك ام جويريه. بارك الله فيك. غادي نسقسيك يا الطبيب. مرحبا. انا الوالده ديالي في المغرب كنشري لها الدواء من هنايا. الدواء كنشري على سميتي. اياه كنشري على سميتي، وانا كنقول للطبيبه كنشربوا انا، يعني كتما كنكذب كنقول للطبيبه انا اللي كنشربوا، وانا ما كنشربوش ديك الدواء. كنصيفط للوالده ديالي كنخلصو بحال كنخلصو داكشي، يعني ماشي بحال اللي معاه كنشري ديك الطاخيطه، ماشي بحال غنخلصو كنخلصو داكشي ناقص بزاف. نعم. وكنمشي عند الطبيبه كنقول لها حقا انا كنصاب 4 الباستيات في النهار، وانا ما كنشربهمش كنصيفطو، حيت مسكينه بها مراتي اللي فيها مريضه، وديك الدواء كنصيفط على الوالده ديالي. الدواء كاين في الصيدليات؟ كاين في الصيدليات، ولكن غير هو كيتباع غالي. دابا الا مشيتي للصيدليه غتشريه غالي، ولا خديتيه من عند الطبيبه كيطيح شويه رخيص. ايه والله بحال مثلا في الفارماسي مثلا كيسوى ديك 25 الاورو، كيسوى بحال انا كنشري كنشتي بقال كنشري مثلا 7 الاورو 6 الاورو حسب يعني على حسب السيكورو ديالي. نعم. واش عندي شي دنيا الشيخ الفضيل، انا ملي كنمشي عندك كنقول لك الدواء كنشربو، الله يسمح لي، وانا ديك الدواء كنجمعو كنبقى نشريو وكنجمعو نصيفطو للوالده ديالي في المغرب، واش عندي شي دنيا؟ واخا لا عندي. الله يرحم لك. واضح لا. واضح ام جويريه، واضح. اي والله بارك الله. كيديرين مع الحاجه الصحيه تما؟ الامور خفت شويه؟ لا الحمد لله. ياك. والله الحمد لله. ما كنشوفش بالنسبه للوفيات ماتوا الناس يا شيخ الفاضل قسما بالله. ديك الايام الاولى تنقول لك كنا كنخرجوا يعني الخوف كان يكون 900 في النهار 1000، وحاشي زعما دوزنا ديك الايام الاولانيه. نعم. زعما ما شاء الله وصلت الحق. دابا ومؤخرا وهذه الايام لا دابا ما كاينش هذه، ما كاينش الوفاء، دابا الناس كيخرجوا كلشي مفتوحين. الحمد لله. والله العادي ملي كنخدموا الحمد لله عاديين، كنمشيو نسخروا شنو هنايا، الانسان كيعمل واحد التباعد يعني بعيد على بعضياتهم. نعم. بحال الطوبيس كيمشيو فيه 10 الناس. نعم. لو ما كتعطاش الطوبيس يعني كل 5 دقائق. هذاك التباعد ام جويري، هذاك التباعد الان بين الناس، واش تيبان لك باللي هو اعطى الاكل ديالو يعني في الحجر؟ بزاف. بزاف. وهنا الناس كيدخلوا كيمشيو يتسخروا عندك من بعد المارشي. نعم. يعني كتلقى واحد الفيلة الناس عامله الاحتياط ديالها. نعم. واضح. وياخر كيتلاقاك في الباب كيتلاقاك كيعطيك الوانتيس وكيعطيك ديك المعقم كيعقم لك ويعطيك الوانتيس. ايوه. كتدخل مثلا غتسخر الخضره ولا غدير اللحم ولا غدير الحوت، اي موطا كتلقى السيد في الباب كيعطيك المسائل ديالك، ومن بعد على يعني جوج متر ولا 3 متر. أيه. بينك وبين تماما. تماما. نعم. نعم. تماما. بارك الله فيك لاله ام جويريه. ان شاء الله غادي نجاوبك ان شاء الله على هذا السؤال ديالك. يلا داركتني ماشي الخدمه، قلت غنعيط سيد الله. واخا الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا بزاف على التواصل. شكرا بزاف على التواصل. شكرا عليكم انتم، كيف شكركم انتم بزاف. بارك الله فيك لاله. بارك الله فيك. صحكم مبروك. الله يبارك فيك لاله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا المستمعين الكرام، ناخذ معنا ام جويريه من مدريد اللي طرحت واحد السؤال. قالت باللي هي في اسبانيا في مدريد كتاخذ واحد الدواء من عند الطبيبه ديالها وكتصيفطو للوالده، وهذاك الدواء كتقول الطبيبه باللي هي كتشربو باش يطيح عليها رخيص، لانها الا مشات تشريه في الصيدليات غادي يكون غالي. مثلا عطات هي مثال دواء غادي في الصيدليه غيطيح مثلا 25 ديال الاورو، ولكن لما كتاخذو من عند الطبيب كيطيح مثلا بواحد 8 او 9 ديال الاورو، يعني كاين فرق طفيف كبير. هي كتقول الطبيبه باللي انا كنشربو من اجل انها تحصل على هذاك الدواء بهذاك الثمن اللي هو رخيص، ولكن كتصيفطو هي للوالده. تنقول لك لاله ام جويريه، اولا الصدق مهم، إنسان خصو يكون صادق في تعامله مع الناس، وهذه الطريقة ديالت أنني نحصل على الحاجة
بأي سبب ولو بالكذب فهي منهي عليها، لأن الكذب هذا أنت كتعرفي بلي الكذب راه منهي عنه. فكونك تقول للطبيبة بلي راه كنشربو وانت ما كتشربيش هذا كذب. فلذلك تنوصيك للجو أم جويرية أنك تستأذني الطبيبة، قل لها أنا مثلا غادي ناخذ هذا الدواء ونصيفطو للوالدة، إلا أذنت لك فمرحبا، إلا ما أذنت لكش فهاد الحالة هادي راه ما خصكش إلا أم جويرية أنك تحصلي على هذا الدواء، لأنه يعتبر غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ويقول كذلك من غش فليس منا. فالغش ما ينبغي الإنسان يوقع فيه، سواء في بلاد المغرب أو في بلاد إسبانيا أو في بلاد أمريكا، أينما ذهب المسلم أينما ذهب يؤدي الواجب الذي عليه، أينما ذهب يبقى مأمورا بأن يلتزم الصدقة ولا يكذب ولا يكون فيه غش. فلذلك سيدتي أنا عرفت باللي الدواء محتاجه الوالدة، وحاولي ما أمكن أنك تأخذيه من الصيدليات بشكل قانوني، خذيه من الصيدليات، وإن كان هذا الأمر هذا مكلف جدا حاولي تصبري على لأم جويرية، وكوني على يقين بأن الله تعالى راه غادي يعاونك، الله سبحانه وتعالى راه غادي يعاونك في هذا الأمر هذا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.